السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هيونداي ألانترا موديل 2017، هذه السيارة المحرك يدور ولكن لا يعمل، والكل يعرف أنه الكمبيوتر يتحكم بشكل كامل في تشغيل المحرك. يجب توفر عدة شروط لكي يتم ذلك. عند عدم توفر أحد تلك الشروط فلا يشتغل محرك السيارة أطلاقا، ومن هذه الشروط وصول البنزين إلى المسطرة التي تقوم بتوزيعها على البخاخات أو الرشاشات وحقنها داخل المحرك، وكذلك وجود الشرارة داخل البواجي وإشارة كذلك حساس الكرانكشافت إلى كمبيوتر السيارة. عند توفر هذه الشروط فإن المحرك سيشتغل لا محالة، وكما نعلم فإن كل الأنظمة تتكون من عدة أجزاء تعمل بشكل متزامن. في مثل هذه الحالة المحرك يدور ولكن لا يشتغل، من السهل جدا فحص وصول البنزين إلى مسطرة الوقود، وكذلك فحص الكويلات ووجود الشرارة في شمعات القدح، ولكن من الصعوبة فحص حساس الكرنك في بعض السيارات. لذلك عملت هذا الفيديو لأدلكم على طريقة سهلة لمعرفة هل حساس الكرنك يعمل بدون أن تقوم بفحصه يدويا. في البداية قم بوضع مفتاح السيارة على الوضع on. عند ظهور لمبة check engine أو لمبة الأعطال هذا يدل على أنه السيارة يعمل مبدئيا. أما بالنسبة لفحص حساس الكرنك شيفت، قم بمراقبة عداد الـ RPM وقم بتدوير المحرك، فإذا ارتفع العداد كما نلاحظ الآن فهذا يدل على أنه حساس الكرنك شيفت سليم ولا توجد به أي مشكلة. نلاحظ الآن ارتفاع العداد ومن ثم نزول لأن المحرك لا يشتغل. هذه أحد المؤشرات الرئيسية التي تدل على سلامة الحساس. نقوم الآن بفحص هذه السيارة بواسطة جهاز تشخيص الأعطال. أخوان، هذه الطريقة تساعدك على تشخيص عطل حساس الكرنك شيفت لأغلب السيارات الحديثة. تختصر لك هذه الطريقة الوقت اللازم لاكتشاف العطل سواء كنت تمتلك أجهزة التشخيص أو لا تمتلك أي جهاز. الآن نقوم بفحص هذه السيارة ونختار Auto Detect. يدخل الجهاز على كمبيوتر السيارة ومن ثم يقوم بقراءة الـ VIN number أو رقم تعريف المركبة أو رقم الشاصي، من ثم OK. يعرض الجهاز الآن المعلومات الخاصة بالمركبة، نختار بلد المنشأ وندخل الآن على كمبيوتر السيارة. ننتظر قليلا وبعدها نختار Diagnosis أو تشخيص، Control Unit أو وحدة التحكم، Engine أو المحرك، Read Codes قراءة الأكواد المسجلة داخل كمبيوتر السيارة. ننتظر أيضا قليلا لحين ظهور الأكواد المخزنة. نلاحظ الآن كل الأكواد تخص البخاخات أو الرشاشات، ومن ضمن هذه الأكواد مسجل Crankshaft Position Sensor أي سيركت، أي هنالك مشكلة في دائرة حساس الكرانكشافت. وباتباع طريقة مراقبة عداد الـ RPM أثناء تدوير محرك السيارة وارتفاع العداد يدل على سلامة هذا الحساس. ولكن موضوع الحلقة أنه كيف تشخص عطل حساس الكرنك شيفت بوزيشن سنسر بدون استخدام أجهزة تشخيص الأعطال أو بدون تدخل يدوي. فيمكن أيضا تشخيص عطل هذا الحساس عن طريق البيانات الحية، ولكن أحببت أن أوضح لكم أنه حساس الكرنك شيفت الآن يعمل بصورة صحيحة. نقوم بمسح الأكواد المخزنة، وبما أنه هذه الأكواد تخص قصر كهربائي في كل الإنجكترات أو البخاخات، فعلى الأرجح يكون هنالك فيوز محروق أو قام بالعزل. نتوجه الآن إلى محرك السيارة لكي نتفقد الفيوز الخاص بالبخاخات أو الإنجكترات. سبق وأن شرحت لكم كيفية التعرف على مكان الفيوز بدون فحص كل الفيوزات إذا كان هنالك مخطط استدلالي موجود على غطاء الفيوزات. نقوم عند وجود اسم الفيوز المطلوب نقوم بالعد 1 2 3 4، هذا هو الفيوز الخاص بالإنجكترات. نقوم باستخراجه، طبعا يمكن فحصه في مكانه. نلاحظ أنه
محروق، قد يكون بسبب الصيانة أو قد يكون بسبب شورت ما حرق الفيوز، وكانت هنالك أكواد مسجلة تخص الإنجكترات أو البخاخات، ومن ضمن هذه الأكواد عطل حساس الكرانك شيفت بوزيشن سنسر أو حساس الكرانك، أيضا سجل جهاز تشخيص الأعطال هنالك مشكلة في الدائرة الكهربائية الخاصة بحساس الكرانك. وقد شرحت لكم الطريقة السهلة لغرض اكتشاف عطل الحساس الكرانك شيفت. الآن المحرك يعمل بعد استبدال الفيوز ولا توجد هنالك أي مشكلة. نلاحظ الآن عند مسح الأكواد، طبعا قمنا بمسحها، والآن no fault code detect، لا توجد أي أكواد بالسيارة تعمل بشكل طبيعي. الفائدة أو الغرض من هذا الفيديو هو كيفية تشخيص عطل حساس الكرانك شيفت بصورة بسيطة وسريعة من خلال مراقبة الـ RPM الخاص بالسيارة عند تدوير المحرك. فإذا ارتفع شيء قليل يدل على سلامة الحساس، إن لم يرتفع فحساس الكرانك عاطل ويمكن أن تضعه في الحسبان وتقوم باستبداله أو إصلاح الدائرة الكهربائية الخاصة به من أسلاك أو فيشة كمبيوتر السيارة. في بعض السيارات يكون من السهل جدا الوصول إلى حساس الكرانك كما في شفرليت أفيو، يمكن تفقد الأسلاك وكذلك فحص الحساس بواسطة فتح الفيشة الخاصة به وفحص الأطراف، حيث يمكن توصيل الفولت ميتر وتجهيز الحساس ومن ثم القيام بفحصه وهو مركب على السيارة. أما في سيارات أخرى يكون صعب جدا الوصول إلى هذا الحساس. نلاحظ الآن وجود الحساس في الجهة الأمامية لهذه السيارة، يكون مركب ببرغي واحد فقط. ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تداخل أو توقف إشارة الحساس عن كمبيوتر السيارة هو وجود الأتربة والأوساخ والبرادة التي تتجمع على السطح الداخلي للحساس، يمكن فتحه وتنظيفه ويعاود العمل مرة أخرى. الحفاظ على نظافة الحساس سواء من الداخل أو من الخارج مهم جدا، فمن الداخل تؤدي الأوساخ كما قلت إلى قطع الإشارة الخاصة به، ومن الخارج تؤدي إلى تلف الأسلاك الواصلة إلى كمبيوتر السيارة. أرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في تعليقات الفيديو وسأرد عليها إن شاء الله أولا بأول. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير للجميع، لا تنسوني ووالدي من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.